طيب انا اقول الحل دائما الناس يقولوا لك اسمع المشكله ولا تصنع الحل. انا اقول الحل هو انه اداره الهلال يعني ترحل عن مكانها وتمنح فرصه لزميل اخر. ليش؟ الهلال طول عمره نادي ثقافه الاصوات المتعدده والاراء المختلفه، وهذا هو سر غرفة العمليات الحقيقي. معليش، وهذا هو السر الحقيقي في انه الهلال من بدا الدوري الممتاز السعودي عام 1397 وهو لا يغيب عن المراكز الثلاثه الاولى، لانه الادارات تتعاقب وتاتي رجال واجتماع شرفي مستمر ولقاءات مستمره. الاداره الحاليه هذه يعني ادت الى انه كل هذه الثقافات الهلاليه اللي حنا حقيقه جعلناها ونطالب فيها انديه اخرى كبيره انها تتبنى مثل هذه الثقافه، لانها ثقافه تعطيك الزعامه وتعطيك المركز الاول، ليس فقط في كره القدم، في القدم، في الطائره، في السله، في كل العاب كثيره يعني الهلال متفوق فيها. اما التفرد بالقرار كنا نقول انه انديه غرقت وانتهت وانهارت بسبب عمليه التفرد في القرار وحتى طول الفترة في التواجد في هذا المركز. أنا أشوف أن اليوم هذه الإدارة الحالية تصنع ثقافة وهي الخروج عن التقاليد الهلالية التي صنعت من الهلال زعيما للكرة السعودية والآسيوية بستة ألقاب. اليوم الهلال يخرج من كأس آسيا وهذا هو المهم. خروج الهلال من آسيا حتى لو حقق الهلال بطولة الدوري، وهذا أنا ما أتوقع يعني أنه الهلال سيكون، لن يعوض جمهور الهلال أنك تخسر أو تخرج من الدوري أبطال آسيا مرتين في 4 شهور، المرة الأولى في النهائي والمرة الثانية في دوري المجموعات. علشان كذا احنا ما بس مجرد احنا نقول انه الإدارة، طيب وش الحل؟ يجي واحد هلالي أو رياضي، والهلال له عشاق كثر بالحيل يعني ولا يرضون أبدا، أساسا الهلاليين المركز الثاني عندهم يعتبر يعني خيبة أمل. طيب. خيبة أمل كبيرة. صحيح. إنه لما قال لك الهلال اليوم الثاني، فما بالك بأن الهلال يخرج من دور المجموعات. وعلى فكرة ترى المجموعة اللي فيها الهلال ليست بذيك القوة، صح أنها يعني متوازنة لكن ليست بذيك القوة اللي تجعل من الهلال يخرج من الدور الأول. عشان أقول كذا يعني تهميش لدور أعضاء الشرف، وهذا واضح، وأنا كنت عندك هنا قلت لك ترى أعضاء الشرف مش راضين على أنه يدرب مدرب زي إخوان، مدرب يدرب فريق أول وكبير وبطل ويسعى إلى تحقيق إنجازات محلية وخارجية. أوكي. وهذا واضح لهم، يعني هم لعبوا مع الاتفاق وخسروا ب2-1 مع الرأفة. يعني أنت لما يقول لك مثلا الكابتن سامي علمنا، أنت تخسر ومستواك ممتاز أنا ما أزعل كمشجع، لكن أنا أخسر مستوى نتيجة هذا اللي يزعلني. يعني جت مباراة القادسية الفريق كسب بس الهلاليين ما هم مقتنعين بالفريق. جت مباراة الريان خسر، جت المباراة اللي بعدها خسر، فكثرة الخسائر ترى يعني انا ما يعني معلش يا ابو بس من ابو عبد الله، لا بس انا بخلص انا سامي. علشان كذا انا يعني وغيري من الناس متابعين الهلال ما يخسر بهذه الكثرة من المباريات، ما يخسر ومستحيل اساسا يخسر. طيب. انه يعني الهلال يخسر خلال شهر 3-4 مباريات، هذه انا اقول لك سبب كبير في انه الاداره يجب ان تفكر في الرحيل. وهذا لين يعني انا اتمنى من اداره الهلال اللي سمعتنا وحنا نمدحها خلال 4-5 سنوات عليها اليوم ان تتقبل اراءنا بالنقد. وهذا اللي انا مؤمن فيه في اللغه الاعلاميه، انك تشيد بالرجل عندما يكون اداءه متميز. انت ما نقدت انت تقول يمشي خلاص، تقول ارحل. لا شوف انا اقول له ارحل. ليش؟ لانه انا عندي قناعه تامه الان، مو بنظام رعايه الشباب والهيئه العامه يقول لك انه الرئيس يترشح 4 سنين ثم يجدد له 4 سنين اخرى. ايوه. انا ابغى اي اداره تاتي لا تبقى في النادي الا 4 سنين، لان 4 سنين كافيه لبناء الاستراتيجيات. طيب. وتحقيق الاهداف والانطلاق بالنادي. فانا اقول انه احنا يا سمو الامير نواف بن سعد نقدر كل مجهودك ونقدر كل عملك ونقدر الانتصارات اللي حققتها لجمهور الهلال. وانا بالنسبه لي ترى كره القدم بالنسبه لي يعني انت تخسر نهائي كاس اسيا مو معناه انك هذا اخفاق. صحيح. انا اشوف انه اداءه في النهائي كان متميز حتى ولو خسر اللقب، بس فريق كان يؤدي مباريات على اعلى مستوى.
ومغادرة الأمير نواف بن سعد سبقها أنه الأمير عبد الرحمن بن سعد استقال، جاب تقريبا 9 بطولات. صحيح. محمد بن فيصل جاب 10 بطولات، بندر بن محمد جاب 11 بطولة، يعني يتنافسون بالأرقام القياسية. عدد تصاعد. لا لا، أنا أتكلم لك عن عدد البطولات. فأنا أقول ترى يعني ترى إذا طالبنا الأمير نواف بن سعد بالرحيل لا يعني أنه إحنا ضده، بل بالعكس إحنا نحبه ونقدره، ولكن أنادي الهلال الآن ملك لجمهوره، ملك لجمهوره، وجمهوره اليوم يتألم. يعني طيب. اليوم خروج من دوري الأبطال في المجموعة الأولى من يعني شيء واضح ممتاز. فأتمنى من سمو الأمير أن يحقق رغبة الجماهير الرياضية. واضح كابتن سامي الجابر. أبو عبد الله، يعني اليوم أنا لا يمكن يعني